هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ادري غلط عينكم من زمان ومقصرة. ان شاء الله اليوم بسوي توتوريال ميك اب، اتمنى يعجبكم. اخر شي نزلته منتجات اوفرا، مو طبيعية تينن. المنظر هذي حق السفر او الشاليهات للطب. الحمر هذولي كلهم من اوفرا، راح اسوي لكم عليهم سواتشز. براند امريكي ما يتشقل. اهم من هذا كله اوكي انه ما يشققون الشفايف، اكسكلوسيف بوتيكا. الحين راح نبلش التوتوريال، راح اوريكم كل شيء راح استخدمه واحط لكم رقمه بالبوتيك، ان شاء الله يعجبكم. اول شيء راح استخدمه اليوم من ماركة انستيزيا الفاونديشن الكامل، وبعدين راح اوريكم الدرجة. راح اوزعه على الوجه كله. تبون تستخدمون اي مرطب؟ انا استخدمت كلارنس. الحين هذه الدرجة اللي استخدمتها على الوجه كله وارم تان، هذه درجة البنانة أساسية راح أحطها تحت العين. طبعا اسفنجات ريل تكنيك ما استغنى عنهم، مو طبيعيين اوكي، موجودين بعدة اشكال بالبوتيك. راح استخدم لوس باودر شيسيدو اكسكلوسيف بوتيكات، اللون ينن يمشي على كل درجات التكستشر ماله، حد التكستشر ماله مو طبيعي. راح احطه مكان الهايلايت اللي استخدمته البنانة. حطيت، راح اوزع المناطق. الحين راح استخدم الكونسيلر شيسيدو للسفر، استخدم بس هذا تحت العين وفوق العين. هذا الحين راح استخدمه فوق العين، راح اوزعه فوق العين اوكي عشان يثبت لي الشدوات اللي راح احطها. بدون تستخدمون اي اليوم راح يكون اعتمادي على اثيتيكا وعلى بوتيكات اكسكلوسيف كرايلان الشدوات. طبعا بشكل يومي ما استخدم الكونتور الكريمي، افضل الباودر مبين مخلص. راح استخدم هذا تحت الحاجب وعند بند مع العين، هذولي حق الكونتور الوي، راح استخدمهم كونتور العين. راح استخدم هذه الفرشة من تي بي اكس موجودة بالبوتيك، واستخدم اول درجة اللي شوي صاير على اورنج. بنفس الفرشة اخذ لون الكونتور اللي بالنص من اثيتيكا واحد الفرشن. طبعا هذا موجود بالبوتيك، موجود بالصالون، ما استغنى عنه، لازم عشان انظف الفرشة. وكان انظف الفرشة عشان ارشم. هذه الفرشة الست مال اثيتيكا مال الوي اوكي، راح احط. هاخذ هذه الفرشة وأدمج كل شيء، بعدين راح أرد أحط لوز بودر عشان أرسم الشادو. أي شيء يتنثر أقدر أوخر بسهولة. راح أستخدم هذا اللون العنابي أوزعه على العين كلها. هذي خلصت اللي فوق، وقت مج مع اللون الأول اللي كنت حاطته. راح استخدم اللون البني هني من داخل العين ومن برا بس. شوفي أدمج، ما أبي يصير محدد، بس مجرد أغمج الزوايا مالت العين. من تحت العين راح أبلش بهذا اللون الفاتح عشان يصير منور.
راح احط الحين اللون اللي صار ترابي غامق بس لنص العين مو كلها. الحين راح استخدم قلم اسود هذا من كيكو هذا حلو، وبعدين شدو الوجه شدو اسود من نفس الحين. الحين راح استخدم هذا الباليت احطه في نص العين، رشيت فيكس بلس على البرشة نفسها. اوكي بس احط طبعا المسكرة اللي ما استغنى عنها مالت إيف سان لوران، اوكي موجودة باليوتيوب. بنات اذا بتركبون رموش اوكي استخدموا المسكرة قبل، حرام تخربون الرموش بالمسكرة مو تسوى الصنفة. الحين راح استخدم رموش ايفا من رويال اليت والصنف من العين الحساسة في كاماميل اويل وكاسترول اويل. بنات الرموش تلاقونهم بالصالون او بوتيكي طبعا الكولكشن كامل اوكي، او في بعض السليبرتيز هم منزلين طبعا في بعض البنات منزلينهم عندهم بالبوتيك. راح احط لكم اسامي منو اللي موجود. احط قلم بيج داخل عين من ديوغو دي بالما هم موجود بالبوتيك، وامده شوي لبرا. نفس الفرشة اللي دمجت فيها القلم الكحل راح احدد بس الرموش التنسفية واخر الزايد من اللمس. راح استخدم باليت مورفي نفس الباليت مال اللي راح احط راح استخدم هذه الدرجة من أوفرا اسمها هايبنو لونج لاستنج. هذا اللوك النهائي، إن شاء الله يكون عجبكم. راح أنزل المقطع كامل باليوتيوب.